وفي موضوع آخر ولكن على نفس ذات السياق يا سادة يا كرام، الاتفاق العملاق لرأس الحكمة أدى إلى إيه؟ أدى إلى صعود في السندات مصر الدولارية طبعا، وتواصل هذا الصعود. خليني هنا أفهم قصة ونفهم مع بعض أنا وحضراتكم يعني إيه سندات دولارية، ده واحد. اتنين، يعني ليه بيحصل لها صعود؟ إيه علاقة رأس الحكمة بالموضوع؟ خلونا نستقبل معانا على تليفون بكل ترحيب دكتور حنان رمسيس، خبير الاقتصاد وأسواق المال. أهلا بيك يا دكتور حنان. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ازي صحتك؟ معلش يا فندم طولت انا شويه بس خدتني الجلاله ودمي اتحرق بصراحه. والله عندك حق في كل كلمه قلتها، لان احنا طبعا عانينا الفتره اللي فاتت من جشع التجار. خبيره اقتصاديه وخبيره اسواق مال بتقولها علنا اهو، عانينا من جشع التجار. هو في حد يا فندم استورد حاجه من 3 4 اشهر؟ والله بص، هم كانوا بيطمحوا في هامش الربح اللي بيرضيهم مش اللي بيرضي ربنا، وكل واحد بيقولك بنتحوط لحسن الدولار يحصل فيه، وهم اصلا ما جابوش اي حاجه من بره لان في سنة ما كانش تم الافراج عنها بقالها فتره من الزمن، وكانت عمليه الاستيراد والتصدير كمان متوقفه لفتره. السلع موجوده في الميناء طبقا لمجلس الوزراء بقيمه مليار و300 مليون دولار جنيه. يا ريت دولار، يعني محدش جاب حاجة فعلا. طب خلاص كان بيتحوط، طب بتتحوط لدلوقتي ليه؟ ما تنزل السعر بقى وتخليك راجل كويس. أنا مش قادر أفهم بصراحة حاجة، يعني دول والله العظيم مكانهم هو دلوقتي في فين؟ في وادي النطرون، ما بقاش تورة بقى، في وادي النطرون والله العظيم. على كل، أرجع للسندات الدولارية يا دكتور. يعني إيه سندات دولارية يا دكتورة حنان؟ بص، مصر طبعا عشان عندها الحصيله الدولاريه كانت محدوده للغايه، فكانت بتضطر ان هي تصدر ادوات دين دي بالدولار، وكانت بتسوقها في الخارج. طبعا كانت مرتبطه بسعر صرف الدولار، ومرتبطه كمان بالتحوط في العقود الآجلة للدولار، فكانت الإقبال عليها برضو مش عالي، لأن كانت يعني في مخاوف من عدم القدرة على السداد، يعني احنا بنتكلم بصراحة. أيوه. فطبعا كنت بتضطر ان انت ما ترفع اسعار الفايده في الداخل، بترفع اسعار الفايده فيما يتعلق بالسندات الدولاريه عشان تقدر تجذب متعاملين وتقدر ان انت تستوفي احتياجاتك من الدولار. طبعا لازم نحط في اعتبارنا لما بيكون عندك مشكله وعدم مرونه في سعر الصرف او عندك مشكله في الدولار، فبتضطر ان انت يعني تعمل تنازلات عشان تقدر تاخد المتحصلات الدولاريه، فبترفع مبلغ التامين المرتبط بالاصدار. فده طبعا كان بيرفع عليك تكلفه الدين. طبعا لما ابتدت بقى ان انت يبقى عندك حصيله دولاريه بالاعلان عن الدخول في شراكات فيما يتعلق بقى براس الحكمه، على فكره مش راس الحكمه بس، احنا عندنا باذن الله سلسله من الشراكات وليس بيع الاصول، وانا باكد على كلامي صح. شراكات، وكان قالها دوله رئيس مجلس الوزراء هي شراكه وليس بيع اصول، وباكد للناس. طبعا لما بتبقى عندك متحصلات دولاريه، انت لما بتيجي تصدر بقى سندات دولاريه بتبقى عندك مبالغ التامين، بتبقى يعني المخاطر انخفضت، القدره على السداد في المواعيد زادت، فده بيخلي التكلفه اللي انت بتتحملها بتبقى تكلفه اقل، وكمان بتقدر تديك سماح في فترات التمويل، يعني ممكن تحول من قصير الاجل ومتوسط الاجل الى طويل الاجل، ده كلها بتبقى انت المتحكم فيها. طب ناس هتقول لك ايه، طب انت ليه بتصدر سندات دولاريه وانت عندك داخل لك متحصلات دولاريه الفتره الجايه؟ طبعا احنا كان في خطه للتمويل، فاحنا يعني ما تقدرش ان انت تتوقف عنها في الوقت الحالي الا بقى ايه، بمراجعه يعني الحصيله التمويليه اللي انت محتاجها ومحتاجها لايه، وفي خلالها يا تصدر بقى بالدولار يا تصدر بقى بعملات اخرى كما يتسنى اليك، يعني انت دلوقتي بقيت صاحب الاختيار ما بقتش مجبر. صح. طيب دلوقتي يا دكتور حنان، انا قعدت قريت التقريرين اللي صدروا اول امبارح عن جولدمان ساكس وبلومبرج، اتكلموا ويمكن حضرتك عارفه التقرير اكتر مني بكتير وفهمهم اكيد اكتر مني بكتير. التقرير اتكلموا على انه الاتفاق بتاع راس الحكمه
وهم حددوا الاتفاق ده تحديدا، وانا مع حضرتك جدا على انه ليس بيعا للاصول وانما شراكه استثماريه، بالاضافه الى انه هناك اكثر من مشروع باذن الله في البايب لاين زي ما بيتقال، او يعني في المستقبل القريب كمان مش في البعيد ولا المتوسط. اتكلموا على انه اتفاق رأس الحكمه يؤمن سد الفجوه التمويليه المصريه لمده 4 سنوات مقبله على الاقل، بتوصيه انه يتم المزيد من الاستثمار في القاعدة الصناعية المصرية والتصدير. هنا هرجع على مسألة انه هذا الاتفاق يؤمن سد الفجوة التمويلية، هل ده معناه ان انا ممكن اتوقف تماما عن اصدار اي سندات دولارية في خلال الفترة اللي جاية؟ احتمال كبير ان انت لا تلجأ لإصدار اي سندات دولارية في الفترة القادمة، ولكن زي ما بقول لحضرتك بيبقى انت عندك متحسسات دولارية، عندك نمو داخل الدولة، بيبقى ممكن يحصل طلب بقى على السندات الدولارية المصرية في الخارج، لانها بتبقى يعني الدائن من الخارج شايف ان انت عندك مميزات. وعلى فكرة موضوع إصدار السندات ده الولايات المتحدة الأمريكية باقتصادها العملاق بتصدر سندات دولارية، وبيبقى طبعا مستفادة من ان هي كل ما بتبتدي عندها داخل الدولة تخفض في اسعار الفايدة بتقدر ان هي تمول بتكلفة اقل، وبتقدر كمان ان هي تقوي من مركز الدولار امام ثلاث العملات الاخرى. عشان كده هي بتتوخى الحذر في موضوع ما بين التثبيت وما بين الخفض، لانها طبعا بتحاول ان هي تحافظ على العملة. طبعا احنا في الفترة القادمة كمان بتوقع ان احنا هناخد تصنيفات ائتمانية جيدة بعد التصنيفات الائتمانية المنخفضة والسلبية اللي كنا بنصر عليها طوال الفترة اللي فاتت، وكأنهم كانوا مركزين فقط مع الاقتصاد المصري. وطبعا احنا يعني حد يقول لك مصر هي اكبر مقترض من صندوق النقد الدولي وبعد الارجنتين، وشوف البيزو سعره بقى بكام، وشوف الارجنتين بقى حالها ازاي، واستغنت عن البيزو بتتعامل في الدولار، وعمالين يشبهونا ب يعني اقتصاديات طبعا بنتمنى لها التوفيق، ولكن يعني كانت مختلفه جدا عن الحاله المصريه. وبرضه عايزه اقول لحاجه، هي احنا يعني داخل الدولة المصرية في تفكير في الاستثمار الخارجي بقاله فترة طويلة، وطبعا كانت بتتعد له العدة من خلال البنية التحتية العملاقة اللي كانت بتعد الدولة لهذه الاستثمارات، لان انت ازاي هتعمل استثمار في مكان صعب الوصول اليه، وصعب ان انت تبقى يعني ما عندهوش اي مرافق تساعده ان هو يبقى مكان جاذب استثمارات. عشان برضو كان في ناس بتتكلم ان احنا صرفنا كتير على البنية التحتية، على فكرة الاستثمارات اللي جاية متضمنة تكلفة البنية التحتية اللي مصر صرفتها، لانها بتسهل حركة الاستثمار في هذه المناطق الحيوية. طيب ده هيجرني على سؤال اعتقده، وصححيني لو انا يعني مخطئ، اعتقده مهم. مصر عمليا اصبحت عضوا فاعلا في البريكس بدءا من يناير 2024، بعد انه عملنا اتفاق رأس الحكمة واصبح في عندي قدرة كبيرة جدا على سد هذه الفجوة التمويلية من الدولار الامريكي، هل ده بيقوي من مركزي اكتر جوه البريكس؟ وهل هيقوي ايضا من مركزي المالي جوه مجموعة البريكس؟ هل ده معناه ان انا ممكن لما اصدر سندات على اليوان الصيني او على الروبل الروسي او على الروبية الهندي الى اخره؟ تمام، الكلام ده مظبوط. كل ما يبقى عندك قدرة تمويلية داخلية ده بيقوي مركزك وسط تجمع البريكس، وبيخليك بقى مش عارضة ان انت داخل عشان خاطر زي ما الناس بتقول احنا داخلين تجمع البريكس عشان نبتدي نستلف ونستدين من بنك تنمية البريكس. لا كده احنا مش هيبقى دوت يعني اهتمامنا، لا اهتمامنا ان احنا يبقى في شراكات، يبقى في تبادل تجاري وتبادل تجاري بيني، وهيبقى كمان في تبادل بالعملة المحلية ما بين الدول الأعضاء، وهيبقى عندك أولوية في الحصول على سلع استراتيجية من الدول الأعضاء في البريكس قبل أي دولة أخرى. وكمان تجمع البريكس دوت برضه كان جه في توقيت حاسم، يعني في احنا كنا طبعا شايفين ان هو كان طوق نجاه من الازمه الاقتصاديه، فانت يعني داخل فيه هتعمل فيه يعني مكاسب ونجاحات اقتصاديه الفتره القادمه، وبيدعموا يعني سلسله من الاتاحات المتواجده لديك والقدره التصديريه في العديد من البنود اللي ابتدى يبقى فيها نمو قوي في الفترات السابقه، ومنها الحاصلات الزراعيه وعلى فكره الادوات الكهربائيه والتكنولوجيه، يعني حتى بالنسب كده الادوات الكهربائيه والتكنولوجيه عامله نسبه
جيده، وممكن ان احنا كمان نتوسع في استغلال بقى كل المنافذ الاقتصاديه المتواجده لدينا وتحويلها لمنافذ تكنولوجيه تشارك بيها في مبادرات التجاره مع التجمع البريدي. حلو جدا دكتور حنان، لا تتصوري مدى سعادتي بهذه المكالمه، واتمنى انك تشرفينا مره في الاستوديو بجد يعني. اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور حنان رمسيس خبير الاقتصاد واسواق المال.